بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال نشوف في الفيديو الصغير ده ازاي نعمل بابليشنج لانترنال ويب سيرفرز، بس مش ناتم العادي ده، بالبابليك اي بي بتاع البالو التو فاير وول نفسه. يعني هنعمل البورت فورواردنج، ان الكونكشن هيجي للفاير وول على الاكسترنال اي بي على بورت معين، هيعمله فورواردنج على انترنال اي بي معين على بورت معين، وبالتالي انا هنا بستخدم بس البابليك اي بي الوحيد المتاح معايا هو البابليك اي بي بتاع البالو التو فاير رول نفسه. طيب تعال نشوف التوبولوجي بسرعه كده. عندي توبولوجي بالشكل ده، عندي ادا البان فاير رول، اول فاير رول شغال عليه اهو، اللي هو ده اللي هنتست عليه، هو فاير رول 1 ده. ده البابليك اي بي بتاعي هو 60.0.0.100، الانترنال اي بي بتاعه 30.0.0.100، واللوكال سيرفر او اللي هجرب عليه اللوكال سيرفيسز ده اللي هو 30.0.0.1. يبقى انا عاوز اي كونكشن مثلا يجي من بره، زي مثلا على بورت 23 او على بورت 80 او ايا كان البورت اللي عاوز تبلش عليه، وليكن مثلا 3389 على البورتات دي ده بورت الريموت ديسكتوب. يبقى لو جالي كونكشن من بره على البورت ده، الفاير وول هيعمل له فوروردنج، او هي فورورد الترافيك على الانترنال اي بي اللي هو 30.0.0.1. وبالتالي لازم هحتاج اتنين رولز، نت بوليسي رول و سيكيورتي رول، عشان اسمح اصلا الكونكشن يجي من بره على البورتات دي. طيب تعال نشوف الموضوع بيتم ازاي. عندي الاول ادا الانترنال، ادا الفاير رولز زي ما شفنا التوبولوجي هنحفظه اهو. تعال طبعا من الاول كده اتاكد من عندي، احنا هنتست مثلا على التيل نت وعلى الريموت ديسك توب، هيبقوا الاثنين على نفس الانترنال سيرفر، وهنا هحتاج رول واحده طالما الفورواردنج هيتم على نفس اللوكال سيرفر. يعني لو عندك اكتر من سيرفيس هتتماب لاكتر من سيرفر، هحتاج لكل واحد رول لوحده. طيب تعال نيجي على البي سي 1 ده اللي هو الجهاز ده، نفعل عليه مثلا التيل نت وريموت ديسك توب. ادي الجهاز ده اهو، اتاكد ان خدمه التيل نت شغاله. التيل نت اوكي، الريموت ديسكتوب سيرفيس كمان بروبرتيز. اوكي اي بي كونفيج واخد 30.0.0 وجيت وي 30.0.0.100. طب تمام كده خلصنا من الكلاينت. تعالى بقى نشوف الايه الفرق نفسه، نيجي على بوليسيز. نكريت الاول النت بوليسي، تمام. هنا كنت عامل باد بوليسي اللي طالع من جوه لبره، لكن المره دي انا عاوز من جاي من بره لجوه. هقول له اد، هكريت رول اسمها بورت فوروردنج مثلا، الاوريجينال باكيت. تعال نشوف السلايدز 1 باي 1 كده، اسمها بورت فوروردنج. السورس زون والديستنيشن زون هيكون هما اتنين الاوتسايد، الاتنين على الاوتسايد. السورس زون هيكون الزون الاوتسايد او الاكسترنال زي ما انت مسميها عندك، والديستنيشن زون الاوتسايد. الديستنيشن انترفيس اني اهم حاجه عندي السيرفيسز، هتبلش ايه السيرفيسز. هنا انا ممكن اد مثلا سيرفيس لو انت عاوز تبلش سيرفيس واحده، او ممكن تكريت سيرفيس جروب. ممكن اد مثلا سيرفيس زي التيل نت مثلا، ديستنيشن بورت 23. ممكن اد سيرفيس ثانيه، طبعا كل ده كنت ممكن تعمله من اوبجكت من بره. نسميه مثلا ار دي بي، بورت كام؟ تي سي بي 3389. ممكن ابلش اتنين في خطوه واحده، هنا لو حاجه واحده بس ممكن اضيفهم اتنين في سيرفيس جروب، نسميها مثلا ببلشت سيرفيسز. هضيف فيها الاتنين سيرفيس دول اللي هما الار دي بي والتيل نت. اوكي، وهببلش اتنين مره واحده، تمام. طيب الديستنيشن ادرس هو البابليك اي بي ادرس بتاعك، الديستنيشن ادرس. هضيف الايه، هضيف البابليك اي بي بتاع مين، بتاع الفايرول نفسه. اقول له اد 60.0.0.100. اوكي، ترانسليتد باكيت، هقول له ديستنيشن ادرس ترانسليشن. الباكيت جايه من بره، هترانسليتد، هغير الديستنيشن ادرس، جاي على 60.0.0.100، هخلي ديستنيشن 30.0.0 اهو 30.0.0.1. ده الانترنال اي بي اللي انت هتريدايركت الترافيك عليه، تمام. هنا ممكن تطلعها فوق او لا، هي مش هتفرق، يعني ممكن اموف دي للتوب.
اجي على السكيورتي رولز، اعمل بقى اكسس رول، اقول مثلا allow او published services، هسمح بال published services. source الباكت جاي منين؟ جاي من الاوتسايد للانسايد، جاي من السورس زون، طبعا جاي من بره من الاوتسايد destination zone، جاي للانسايد destination address البابليك اي بي. هنا مش هعمل ايه، مش هعمل زي سيسكو، هعمل الانترنال، الانترنال اي بي، هقول له الديستنيشن، ديستنيشن ادرس اهو اللي هو 60 0 0 من البابليك بتاع الفاير وول، ديستنيشن ادرس هقول له 60 0 0 100 تمام. السيرفيسز هختار برضو نفس الايه، السيرفيس هختار نفس اللي كنت عامله حالا اللي هو بابليك سيرفيسز، هو السيرفيس جروب دي الاثنين. والاكشن طبعا هيكون ايه، هيكون الاو ممكن تلوج الترافيك at the beginning and ازاي. طيب قبل ما نطبق الرول دي، تعالى بس نتاكد الاول ان مفيش حاجه شغاله. تعالى من جهازي كده الاول ابدا اعمل تيلنت مثلا على 60 0 100 او ريموت ديسكتوب، المفروض طبعا مفيش حاجه تشتغل لان لسه ما طبقتش الاكسس رول نفسها. فهنا المفروض اعمل هنا نيو كونكشن، هعمل تيلنت على 60 0 0 100. هنا التيلنت المفروض يوصل ايه ده، كده بعمل تيلنت على الفاير رول نفسه، لان انا مقلاه التيلنت اصلا على الاكسترنال انترفيس، فلسه ما طبقناش اصلا ايه النات رولز خلاص. وطبعا لو عملت برضه ريموت ديسكتوب على 60 0 0 100 هيرفض طبعا، لان لسه ما عملناش اي حاجه، هياخد وقت طويل وفي الاخر مش هيديني نتيجه. طب احنا كده خلصنا الرولز، فاضل بس ان احنا نعمل ايه، نعمل لو نعمل كوميت في الاخر مش هيوصل. اوكي طيب تعالى بقى كده على الرول، اقول له اوكي واقول له كوميت كوميت. طيب تعالى كده نتست، تعالى بس نشوف التاسك الاول. طيب كده كومبليتد، تعالى بقى نتست، تست من تاني، نعيد بقى التلنت من تاني، ديسكونكت كده وكونكت التلنت. المفروض يحولني على المره دي على ايه؟ على 30 زي زيرو على بورت 23، والتلنت كده بتلنت على جهاز ويندوز 7 اللي هو الكلاينت ده. هلوجن بالادمنستريتور وده الباسورد تمام. فاضل ام اس دي اس سي، هكونكت تاني، اذر يوزر، ادمنستريتور وده الباسورد. نفس سيشن براوزنج تلاتة وعشرين اهو. طيب هنا ريموت ديسكتوب هقوله يس، دخلنا على الجهاز ريموت ديسكتوب وبكده شفنا ازاي نعمل بورت فوروردنج ونببلش انترنال سيرفرز عن طريق البابليك اي بي بس بتاع الاكسترنال اي بي بتاع الاكسترنال انترفيس بتاع البالو الالتو. السلام عليكم ورحمة الله.